مشروع تصنيع مشتقات البلازما واحد من أهم وأبرز المشروعات القومية في مجال التصنيع الدوائي، ده لأنه أول وأكبر مشروع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويعتبر كمان مشروع استراتيجي لتأمين الأدوية الحيوية ضمن دعم توطين صناعة الأدوية الحيوية والمتطورة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر مع حضراتكم من دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. منورنا دلوقتي ومشرفنا هاتفيا. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم، صباح النور وكل سنة وانتم طيبين. مشروع من المشروعات الصحية المهمة جدا في المجتمع المصري، حابين نعرف من حضرتك وصلنا لفين حتى الآن في مشروع مشتقات البلازما. زي ما الأستاذة جمانة قالت، هو مشروع وطني، مشروع قومي، مشروع مهم جدا واستراتيجي. صحيح. وبكل أمانة يعني دعم السيد الرئيس لهذا المشروع وتبنيه ليه ومتابعته باستمرار الحقيقة ساهم بطريقة كبيرة جدا في إن احنا استطعنا نصل لمراحل متقدمة جدا في هذا المشروع. يعني البلازما هي جزء مكون من الدم، هي جزء أكبر حجما وفيها مواد أساسية ورئيسية بيحتاجها الإنسان، وفي حاجات منها حيوية يعني حافظة للحياة. طبعا البلازما نفسها بتستخدم في بعض العلاجات، لكن المهم هو مشتقات البلازما اللي هي الأدوية أو المركبات الكيماوية أو المركبات الحيوية اللي بتستخرج من هذه البلازما. حضرتك احنا كنا بنستورد كل هذه المنتجات بمبالغ ملايين الدولارات كل سنة، والأهم من كده الحقيقة هو الإتاحة أو توفر هذه المنتجات، وأيضا لما تحدث بعض المشاكل العالمية زي كأزمة الكورونا أو الحروب العالمية اللي موجودة حاليا في بعض الدول وتأثيرها على سلاسل التوريد والشحن إلى آخره. الحقيقة تبني هذا المشروع، وسؤال حضرتك المهم جدا، إحنا وصلنا لفين؟ احنا وصلنا للآتي. اولا اتعمل مراكز لتجميع البلازما بمواصفات عالمية دقيقة جدا، الموضوع ده لا يقبل الا الدقة بالمتناهية بنسبة 100%. طبعا المراكز موجودة في كذا حتة في مصر بتجمع البلازما، في شراكة مصرية مع احدى الشركات الاسبانية واتعمل شركة. فعلا الشركة حاليا بتعمل الآتي، الجزء الاولاني المصنع بيتعمل فعلا، بتعمل في العاصمة الإدارية بكل المواصفات العالمية الدقيقة. ثانيا منتجات البلازما التي تجمع في مصر بتشحن إلى هذه الشركة في الخارج، وبيعود إلينا منتجات هذه الشركة المنتجة من البلازما المصرية اللي هي فيها زي ما قلت لحضرتكم حاجات حيوية وأساسية للحياة. طيب دكتور، يعني بالتحديد يعني بما ان حضرتك ذكرت هذه النقطه، دي نقطه مهمه جدا، لانه الحقيقه انه من كام يوم اداره المشروع القومي لمشتقات البلازما اعلنت عن وصول اول او الشحنات الاولى من دواء الالبيومين البشري، طبعا اللي تم تصنيعه باسبانيا زي ما حضرتك قلت من البلازما المصريه اللي تم جمعها بمركز تجميع البلازما. مراكز تجميع البلازما. صحيح. يا فندم يعني اتفضل يا دكتور. فعلا هي دي احدى الشحنات. في حاجات تانية جت قبل كده، لكن تدريجيا احنا بنستقبل شحنات من الالبومين اللي حضرتك قلتي عليه، وده منتج من احد البروتينات اللي موجوده في البلازما، وفي بعض الامراض او بعض الاشخاص بيحتاجوا لهذا المركب لاحلاله مكان نقص مرضي لهذه المنتجات. وزي ما قلت لحضرتك كنا بنستورد كل ده. انما القضيه المهمه جدا انك لازم الحاجات دي الحيويه تتوفر في مصر وباستمرار. طبعا. جميل. هذا المشروع يوفر هذا تماما، وفي كمان توافق مع الشركه ان شاء الله لما المصنع يشتغل والمنتجات دي تنتج محليا سوف يتم تصنيع في مصر اولا، وايضا نستطيع ان نصدر كميات من هذه المنتجات. وممكن مصر ان شاء الله تتحول الى مركز استراتيجي لتأمين هذه الأدوية الحيوية. سؤالي لحضرتك يتعلق بتقليل فاتورة الاستيراد الأدوية من الخارج، ازاي ممكن نعمل اكتفاء ذاتي لصناعة الدواء في مصر وتوطين مثل هذه الصناعة المهمة للبلازما؟ شوف سيادتك، طبعا ده قصة، ده جزء من القصة،
وزي ما قلت حاجة احنا كنا بندفع ملايين الدولارات. صحيح. فالنهاردة انت بتوفر جزء كبير جدا. لما تصنع في مصر هتوفر كل ما كنا نستورده من هذه المنتجات من ناحية. ومن ناحية اخرى هتصدر فيجيلك ايضا عملة صعبة اخرى. الشق الثاني اللي حضرتك بتقول عليه وده في منتهى الاهمية وهي سياسة قومية. وبدون شك لما بتاخد دعم سياسي كبير جدا في هذه القضية بيحصل دفع يعني الحقيقة غير مسبوقة. أنا مش هقدر أقول أولاً إحنا عندنا المنتجات التي تنتج من الأدوية المصرية اللي هي حاجة السوق بتغطي نسبة عالية جدا. لكن إحنا دخلنا في مرحلة جديدة إن بقى في منتجات بيولوجية، أدوية أورام غالية الثمن جدا، أدوية بيسموها تارجت سيرابي إن أنت موجهة، الأدوية الموجهة، كل دي أصبحت فاتورتها غالية جدا. صحيح. والخطوة الثانية المهمة إن شاء الله اللي هتتم، وانا بقول حق ان شاء الله لان كل شيء باذن الله، لكن الحاجه المهمه ان احنا النيه تكون موجوده والاستعداد موجود والاستراتيجيه موجوده عشان نقدر نعمل كده. هنبدا ندخل هذا المجال بشراكه مع بعض الشركات الاجنبيه، ودي حقيقه فكره ناجحه جدا انك تجيب ناس عندهم خبره عندهم باع طويل في هذا الاتجاه يساعدوك جدا في انك ازاي تعمل المؤسسه اللي تقدر تنتج بيها هذه الادويه بالمواصفات العالميه اللي بتاخد ضمان كامل. وده اللي احنا وده اللي موجود في البلازما، انك النهارده زي ما قلت لحضراتكم هذا موضوع ما فيهوش اي ما يحتملش خطا او خلل. فاذا كنت النهارده خدت هذه الثقه وبدات تعمل كده فان شاء الله بدانا فعلا في مدينه الدواء اللي كان افتتاحها سياده الرئيس مؤهله انها بالشراكه مع بعض الشركات الاجنبيه تنتج ادويه اخرى يعني بنحتاجها كثيرا. طبعا ما فيش حد في العالم بيقدر ينتج كل شيء، لكن لازم يبقى عندنا كثافه في هذا الانتاج، عندنا استراتيجيه طويله المدى، عندنا ضمان الاحتياطي الاستراتيجي، ضمان تدفق الدواء سواء في مدخلاته او في انتاجه، بحيث يبقى عندك رصيد قومي يضمن لك الامان في هذا الاتجاه. بكل تاكيد دكتور عوض، زي ما حضرتك كنت بتتحدث الحقيقه انه كانت بدايه هذا القرار والاراده المصريه اولا الاتاحه زي ما تابعنا كانت بالفعل حصلت مشكلات كتير جدا واجهت العالم كله ان كانت كورونا او غيرها، وايضا على جانب اخر التكلفه مش بس على مش بنتكلم على صعيد الفاتوره الاستيراديه لكن حتى على المستهلك، سعر هذه الادويه مكلف جدا وغالي جدا. وهي مهمة جدا زي ما حضرتك قلت، يعني بتساعد في هي أدوية حيوية ورئيسية بتستخدم في أمراض كتير وأمراض يعني دقيقة وصعبة جدا يا فندم. كل ده عشان نقدر نحققه كان في تحديات كبيرة جدا، خاصة إن احنا لسه بننشئ هذا النوع أو احنا لسه بنصنع هذا النوع من الأدوية. إيه التحديات اللي واجهتنا؟ لأنه مهم جدا إنه المواطن يعرف التحديات اللي واجهت الدولة حتى تصل لهذا الإنجاز الكبير. شوف يا فندم هقول لحضرتك بكل صراحه، كان اكبر تحدي ان الناس تاخد ثقه فينا ان احنا نقدر نعمل كده. يعني يبقى في ثقه من الشريك او الجهه اللي احنا بنتعاون معاها انك عندك القدرات سواء القدرات المؤسسيه او البشريه انك تقدر تعمل هذا. والحمد لله هذه تجربه رائعه ان احنا اثبتنا هذا، ان احنا بنظام معين وبدقه شديده جدا وباستراتيجيه ودعم نقدر ننفذ هذا الاتجاه. لما الناس جت وقعدت معانا وشافت وجربت، وكل النهارده حضرتك الكوادر اللي بتشتغل في مراكز تجميع البلازما، وعلى فكره دي قضيه شاقه جدا وليها يعني مكونات كثيره جدا، حتى واحنا بنعمل المصنع اللي بيتعمل بتقدر تجيبي كوادر وتدربيها وتعلميها وتاخدي ثقه فيها. الناس فعلا عندك شباب زي الفل بيقدروا يحصل تدريب وتعليم ويتحولوا الى ناس منتجين. جميل. مش بس منتجين وعندهم خبره في هذا. فانا كنت شايف ان التحدي الحقيقي ان انا من قعدنا مع الناس ان هم عندهم ثقه ان المصريين يقدروا يعملوا كده. انما مش مجرد احنا سوق هات الدواء وبيع، لا لازم يبقى عندنا في كل الاتجاهات. وحضرتك سمع طبعا التوجه الدوله نحو التصنيع في مجالات كثيره جدا. صحيح. طب النهارده انت عندك القدره المؤسسيه، عندك الدعم السياسي،
عندك القوة البشرية اللي تقدر تعلميها وتدربيها وتتحول إلى كوادر لها مواصفات عالمية. جميل. ده هيخليني أسأل سيادتك، يعني عندنا كده مصنع للتجزئة وتنقية البلازما بالمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، هسأل حضرتك من آخر كلمة قلتها فيما يتعلق بالعقول أو الكوادر البشرية، يعني إحنا عندنا بنية تحتية، عندنا حديث عن كيفية التواصل مع الشركات العالمية، لكن مهم جدا الكادر البشري والعنصر البشري، وإحنا عندنا عقول متميزة جدا في هذا المجال. التدريب وآليات التدريب بتتم إزاي يا فندم، وإزاي فعلا بنكون يعني ماشيين مع آخر المستجدات والمعايير الخاصة بصناعة البلازما عالميا؟ عندك في يعني مثلا هديك مثلا لحضرتك، المصنع هو بيتعمل فيه كوادر بتتدرب صحيح على مختلف الجوانب، سواء الفنية أو التصنيعية أو التقديرية والإدارية. كل خطوة ليها كوادر. النهاردة مراكز تجميع البلازما، في مركز تدريب موجود في 6 أكتوبر بيدرب هذه الكوادر إزاي جميل. تجمع، إزاي تحفظ، إزاي تكشف، إزاي تختبر، إزاي تخزن، وإزاي كل ده يبقى ماشي بمراحل آمنة ودقيقة ولا تقبل الخطأ بنسبة بأي نسبة. فإذا أنت عندك الناس لما بتعلمها وتدربها وتأهلها قادرة؟ أيوة قادرة، قادرة فعلا تعمل أي حاجة. بس جربهم جربهم وأهلهم واختار الاختيار الصح، بحيث أنك تختار الشخص المناسب المؤهل القادر اللي عنده استعداد. هل ده موجودين؟ أيوة فعلا موجودين. والمراكز كل شوية بتعمل مراكز جديدة، وكل مركز جديد بيجيب الناس اللي تم تأهلهم بيشتغلوا فيه. والمركز التدريب اللي موجود بالتعاون مع الشركة الأجنبية وجات وشافت الناس بتشتغل إزاي، والله بكل أمانة دي حاجة مشرفة جدا. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. نشكرك يا فندم على كل هذه المعلومات والإيضاحات.